يا اخوتي السلام عليكم، معكم موراي فيديو جديد. كما شفتوا هذا الفيديو جبت لكم تيست رايد ديال هاد الزرغميله هذه المسخوطه اكس تي اكس 160، موتور اللي خطير، ما تعرف لا تريطوار لا زحام لا حتى شي حاجه، غير هو عنده سلبيات وعنده ايجابيات، وهذا الشيء اللي غنكتشفوا في هذا الفيديو. بقاو معنا من بعد الانترا، يلا. اول حاجه نقولوا على هذا الموتور اخوتي، موتور اللي طويل عالي، انا فيه 1.72 متر، و تنحط رجل وحده مزيان وحده مزوزه، هانتوما ولا كنحط جوج رجلين كنحط ثاني الصبعان. شي واحد اللي قصير فيه 1.70 هكاك متر، المهم قصير من 1.80 وما عمرو سوق الموتور يجي قاصح شويه. الا كتسوق الموتور خاص تكون فيك 1.50 راه تعرف تسوق. اولا اخوتي ندوزو نضربوا له شي غسيله، شي غسيله باش نديرو له شي سينيماتيك. لا كانت فيك 1.70 هي بلا ما شري هاد الموتور اخويا، ترى بحال جوج قوسي كروس، يعني فيما جاب الله تيطلع، ما عندكش مشكل حيت موتور اللي مزوز من الارض بزاف. هذا الموتور ديال خويا عدنان هورنيطا اولا اكس رايدر كما تيبغي الناس يسميوه. اوبس الموتور باقي بارد، يمكن ماشي مشكل. اولا اخوتي نضربوا له شي غسله باش ورني طيب يبقى على خاطرو. الموتور عنده مغبر، شي غسله هو من العيد للعيد. شي غسله باش يجي فيديو زوين، شي سينيماتيك زوين، يستاهل. موتور اللي ناضي ديكالكوير اكس رايدر عدنان بوحوت. هذا اخوتي الاشاره راه للبيع اللي بغاه، موتور اللي ناضي تبارك الله. سالينا دابا اخوتي نديرو شي سينيماتيك قبل ما يظلم الحال. بوب بوب فازك. اما خوتي انتوما كما تشوفوا الموتور، نشوفوا الطابلو ديالو عن قرب، في طابلو اللي سامبل في الكونتاك، ماشي بحال اللي من هنايا من القدام بحال الشك ديال اللي مطي، كما تدير هاد اللعيبه بزاف، يعني كونتور ديجيتال ما فيش بزاف ديال لي زوبسيون كما تشوفوا، بلا ما بقى نقرا باين التفاصيل تمايا. نتقربوا على هاد الموتور في الطريق ان شاء الله. يا خوتي السلام عليكم من جديد، نشوفوا هاد الزرغميله هذه علاش قاده، نحاولوا نجربوها وندوزوا بالعاني في الزحام، ندوزوا بالعاني في التريطوار، نشوفوا فين انت تعرف تدوز. نضرب غير حيوط اللي بقى لا تطلع فيهم. موتور اللي عالي تبارك الله، نبداو بعدا بالسلبيات ديالو هما الاولى باش نحيدهم علينا، يبقاو غير الايجابيات. موتور اللي لا كنتي قصير بلا ما تشوف فيه، هذا هو من ما تيتعب فيه، اول ما تيتعب فيه هو انه عالي بزاف، ماشي اي واحد يمكن يسوق هذا الموتور هذا. لما كان فيك 1.80 ما كانش فيك 1.80 بلا ما تشوف اخويا في هذا الموتور، راه انا فيه 1.72 راه ما تنحطش رجلي هنا، تبقى تنشطح رجلي هنا ورجلي هنا. الحاجه الثانيه اللي يقدر نعيبو على هذا الموتور هو الفخيناج، فيها فران عيان، فران ناقص. هاد الشيء علاش راجع لانها فيها ديسك واحد القدام، ماشي بحال كاع الموطر اللي تيكون فيهم ديسك القدام وديسك اللور، هذه فيها ديسك واحد. ديال الموطر بحال انا عندي جوج ديسك القدام، هذه فيها غير ديسك واحد القدام، يعني ما تفرانيش مزيان، تعودت عليها زعما. المهم ناقص شويه وصافي. شنو اخر؟ المهم
المهم ولكن الايجابيات حدث ولا حرج. الموتور اللي ما تيعرف الزحام ما تيعرف السخونيه يا ما معروفه الار سي سي ار 1 داكشي كيسخن وكذا، هذا ما تيسخنش. موتور اللي ما تخافش من جهه السخونيه ولا شي حاجه واخا الزحام وكذا، موتور اللي ما تيحصلش ما عندكش مشكل. موتور لي طري روم بوان تريطوار فيما كندوز ما عندكش مشكل. يعني الا كان عندك الزعام اخويا انت في كازا انت شي مدينه فيها الزعام شري هذا صلاح لك. حصلتي طلع من تريطوار وكمل وتطورت كازا راه تطلعوا لها بلا ما يكون عندك اكس تي اكس، ولكن هذا غيزيد يخليك انك تطلع وانت مرتاح. ها انتم اخوتي ما تحسش بانه ضرب في شي حفره ولا شي حاجه زعما. ها انتم اخوتي نحاولوا نجربوه هنا في هذا كاينش مشكل. ها الشطر طوال قداش طالع بابا انا اذا سوق انت بخير. هذا من فئة السوبر موتو. اوب هو هذا انا جريتي به تحشوه بالفيبرور، هذه من السلبيات ديالو. بالنسبه للتوب سبيد ديالو تيوصل شي 160 كيلومتر في الساعه، ولكن ما تنصحكش تشدها به حيت تقدر ترعد كامل فيها كاريناج ما مقادش للجرا. شنو اخر نقدروا نقولوا؟ هذا اخوتي الى كان دوبل في ماروك تلقى فيه سبعه ديال الخيل، لكن دوبل في ماروك تلقى فيه سبعه ديال الخيل، لكن جاي من برا تلقى فيه ديك سته تيديروا فيه اللي بغاو. حيت دابا كاين واحد المشكل، هذا فيه سيلندر واحد، واخا تشوفوا جوج بوات راه سيلندر واحد، انا جيت تقول بشحال من واحد سيلندر واحد خارجين فيه جوج ديال الليلين، واحد من هنا واحد من هنا. كاين اللي كيشوفوا صافي تيدير له جوج سيلندر، هو غير سيلندر واحد وفيه جوج ديال البويات هنا فين تيتقلبوا. وماشي مشكل زعما، هذا ماشي مشكل، واخا تلقى فيه جوج سيلندر ماشي تقول زعما هذا الموتور ممريكل شي حاجه، عادي جدا بالنسبه للاكس تي اكس. خوتي ندوزو للثمن اللي شحال من واحد باغي يعرف. هذه بداتها شركه ديال الياماها تتخرجها، ندوزو شويه نطلعوا من هنا. بدات شركه ديال الياماها تتخرجها في 2004 وتقطعات في 2013. بوب 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 واو تتستمتع وانت غادي في واو. كما قلت لكم الخوت تسالت في 2013 ما بين 2004 و 2007 الثمن توصل ما بين 3800 حتى 4 هكاك، من 2007 2011 ما بين 4 ونص حتى 5، ومن 2011 ولا 2012 13 حتى توصلوا حتى 6 ونص. هي حيت تقطع هذا الموتور مازال داير الثمن شي شويه. نزيدو نجربوا شي شويه في لا بيست، نجربوا شويه نجربوا شويه خوتي هنايا، نشوفوا واش غنحسوا بالسكوس واش غنحسوا بالحفاري. واو حتى ما تحس بوالو واخا غادي في والله ما تحس بشي حاجه، يعني كتسوق وانت مرتاح. هذا موتور الا كان عندك شي تراجي خايب جات رخصة ديرها ديما وفريا نصحك بهذا. ها انتم اوبس اوبس رويضه تاع الدور. خوتي هادشي اللي كاين في هاد الفيديو ديال هاد النهار، كنتمنى نكون توفقت في التقديم ديال هاد الموتور هذا، ولو انه جا تيسترايد مزروب شي شويه السموحات قبلوا علينا. المهم ما تنساوش لي لايك ديالكم لي كومونتير، اللي ما دارش ديك ابوني دوزي ديرها راه تتفرجوا فيها بزاف وما دايريناش. يلا الخوت نتلاقاو في فيديو جديد، بيس.